هاي يبو وين بتروح؟ العار. لا يبو انت مريض بالسكلر وحالتك ما تسمح. ارجع. يبا سمعت من امك انك بسافر. نعم يا اصدقائي. انت تعرف حالتك، ثاني شيء انك توك طالع من المستشفى، السكلر محتاج لرعايه. يعني ما اروح؟ شيل الفكره من راسك. قوه يبا. هلا هلا يبا هلا. ها ايش فيك؟ متى رحنا قلعة بنت عمي؟ شو تقول؟ النتيجة واضحة، انت مصاب بالسكلر وهي حاملة للمرض. بس انا ما اقدر اعيش بدونها. هذا كلام افلام. انت فكرت في مصلحة الاولاد؟ المصلحة رقم واحد والرغبات رقم اثنين. وليش انت ما شو تقول؟ بس يبا هلا الله يك روحك، انسى الموضوع. عافية عليك يبا عافية. أنا لازم أصارحك باللي في خاطري. أنتوا ليش منعتوني من الزواج من بنت عمي؟ وأنت نفس حالتي، أنت حامل سكلر وأمي مصابة، ليش منعتوني؟ ليش اللي بعمري يسوون كل اللي بخاطرهم فيه؟ وأنا مرمي على السرير أكثر أيام عمري، مو أنت السبب؟ أنا ما لوم أخواني وأصدقائي إذا ما زاروني، لكن أنت السبب. أنت اللي بليتني بمرض ما له علاج، وكل مرة تتكرم علي بزيارة مرة في الأسبوع. والله كنت إذا أسمع بوفاة شاب أو شابة بسبب السكلر كنت أخاف، أما الحين أتمنى يجي دوري قبل غيري. ليش نعيش العقلانية؟ وإذا تعارضت مع رغباتنا ندوس عليها. ليش؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ مهما يكون تبقى الأب وأنا ابنك. Oh.
الدنيا ألوان ألوان، هاي الدنيا ألوان، ناس تغيرت ماضيها نسيت، والحاضر هوان، هاي الدنيا ألوان. بعد طبع الوفا صار الجفا، والمؤتمن خان، هاي الدنيا ألوان. لكن يبقى الأمل بالهمة والعمل والصحوة والإيمان، هاي الدنيا ألوان ألوان، هاي الدنيا ألوان ألوان، هاي الدنيا ألوان. ناس تغيرت ماضيها نسيت، والحاضر هوان، هاي الدنيا ألوان.